جوزي بعنفني دايما بيضربني، قبل مرة خنقني قال لي برميكي من البلكون كأنه كذا وكذا، وبس عرف انه حبلي ضربني على بوكسين على بطني ليأجهضني، وهو بفكر انه الولد مش منه. انا وحبلي فيني اعمل دي ان اي وهيدا الولد لقاله، بس هو رافض هالشي. بنت اختي فتحت حساب على الفيسبوك، حطت رقمي وصوري منزلتهم عادي مثل اي انسان بتحط صوره، فكرمال هيك شك وزن انه الولد مش منه. وهيك هن الصور اللي كنت حطيتهم على الفيسبوك ما فيهم شي عيب ولا شي بدل الاداب يعني، وانا بس صار المشكل بيناتهم انا عملت ديليت للفيسبوك، وهو هيدي بس شاف الصوره تبعيت خالتي جن جنونه وعمل كل هيدا الشي. بسب لي يعني اذا نازله عند اهلي بقول لك بالك هونيك مطرح، اذا حكيت مع خيي خيي اجى عندي قال جايب لي اصحابه، انه وين كرامتي وين شرفي مستعفين الارض انه تاركني شهر ونص. يعني معنا باستوديو سيدة هي صاحبة الشأن واللي شفناها بالروبورتاج. مساء الخير سيدة. بونسوار. ومعنا بالغرفة المظلمة زوجها. رح بلش معك، يعني كنت عم بحكيك انه انت مش خايفة على ابنك وعلى حالك ب كيف هذا التعنيف، يعني انت قلتي انه انت مصرة تضلي بزواجك، ما حدا عم بيحرض على غير هيك اذا زوجك جلس، بس مش خايفة على الحمل وعلى حالك؟ بلا اكيد اكيد ما عندي شك. أول مرة إذا حاول يعطيني حبة إجهاض، حاول ضربني على بطني، أخذني عند أهلي شبقني بالتليفون على عيني ليقنعه إنه يروح. طب ولادك السابقين عندك اثنين غير الحمل هلا ما هيك؟ كان يصير مشاكل هيك؟ لا. بس كان يعنفني بالعلاقة الجنسية، بينام معي مثل العاهرات من ورا من قدام بصورني. خلي الحكي الشخصي بس احكي عن الميلة، يعني اكيد في ميلة فيها تعنيف فيك تحكي عنها، بس بدك. طب ورغم كل هالشيء انت بدك تبقي بزواجك؟ اكيد. طب خليني احكي مع زوجك. مساء الخير. ايه مساء النور. يعني زوجتك متمسكة فيك رغم كل اتهاماتك، انت على شو بين اتهامك؟ انا عندي اثباتاتي الموجودة يعني، وهذا الكلام اللي هي عم تقوله بالتعنيف وما إلى هنالك كله منه صحيح، كله منه مزبوط ولا شيء. وزوجتي سبق ورفعت علي دعوة تعنيف بمحكمة جونية للأحوال الشخصية رقم 96 على 2016، وأثبتت أنه ما في تعنيف ولا شيء وسقطت الدعوة ورجع وردلها القاضي الدعوة، رجع لها عن القرار وهي ما اعترضت أبداً على هذا الموضوع. طب شو مصلحتها ست تجي على استوديو وهي حامل تقول هيك كلام؟ يعني صراحة أنا ما بعرف شو مصلحتها. معقول ما ضربتني على بطني؟ معقول ليه بدي أجاوب؟ واجهني، حط وجهك بوجهي. أنا بفضل ما جاوب. ليه واجهني؟ أنا بفضل ما جاوب. ليه ما فوت إيدك من تحت؟ سيدة هون الكاميرا، سيدة هون الكاميرا، هون الكاميرا لو سمحتي. أنا بفضل ما جاوب، بفضل كل هالموضوع. ليه ما تجاوب؟ لا جاوب زهار، حط وجهك بوجهي. بفضل يضل هيدا الموضوع كله للمحاكم المختصة. للمحاكم. لأنه أصلا في محكمة طلاق جارية بكرة، بالمحكمة المارونية. لك جاي واجهك أكيد. طب بكرة طب لحظة، أنت بدك تطلق، ليه عم تضرب؟ يعني أنا ماني ضارب. ضاربني ونص، مش أول مرة، عدة مرات. أنا ماني ضارب وأنت بتعرفي هيدا الشيء وكل شيء، إذا أنت حابة انت عدة مرات ليش يعني. بدي افتري عليك؟ طب شو طالع لها؟ قلي بس شو طالع لها من هيدا ما بكفي سرق لي مصرياتي، ما بكفي اخذ العفش ترك لي الزباله بالبيت، بطني قدامي بدي كبهم انا للزباله. طب رغم كل هالشيء انت متمسكه بالعلاقه؟ سوري بس في شغله، خليني بس اسمعها لحظه. رغم كل هالشيء انت متمسكه بالعلاقه؟ لك ابنك قال لجارتنا انه ضربتنا على بطني. طيب حضرتك عم بتقول انه في سنتين ونص، عم بتقول انه في محاكم بيناتكم؟ صحيح.
طيب وين صارت هيدي المحاكمات؟ المحكمة المارونية أنا رافع دعوة طلاق وعندي إثباتات وأنا ما فيني أقول لك أبداً على الإثباتات على الهوى خصوصاً. لا حطهم على الهوى ما عندي مشكلة حطهم. بتحفظ الإثباتات للمحكمة. حطهم على الهوى. وإذا المدام مثل أنا مستعدة أعطيها إياهم. إنه هي مظلومة وما إلى هنالك دافع عنها. بالسيارة لمين اللي ببيت بالسيارة؟ وبتمنى منكم جاوبني لمين اللي ببيت؟ الجيران كلهم شافوا لك ببيت بالسيارة لإلي كنت استعملت إياهم وقت ما أحكي. بتمنى منكم إنه هيدا الموضوع تتركوه للقضاء المختص. طيب لا نحن عم نحكي ما عندي مشكله نحن عم نحكي عن ست تعنف ما رح نحكي عنها بعد ما تموت يعني هذا البرنامج مفتوح لاي شخص هو ما في تعنيف يعني لو في تعنيف لو سمحت اسمعني شوي لو سمحت التجي للقضاء بس تقتلني مش اول مره خنقتني قبل ما فل من شهرين طب حضرتك عم تتهمها ليش رجعتني انا ماني مالي رجعتني كمان شو رجعتني بدي افهم رجعتني لتحبني وتقول الولد مش منك انا عندي طيب. شكوكي وانا عندك شكوكك لحظه عم بتقول شكوك عم بتقول هيدي نعم. شكوك ما انا يقين يعني يلا تفضل طيب عندي شكوك اذا سيدي بتعمل دي ان اي بيطلع على الولد ابنك يعني شكوكك شو بصير فيها انا قلت لها اصلا وقايل لهم بالمحكمه اصلا انه اذا طلع الولد ابني انا مستعد اتحمل كامل لك هو ببطني مش متحمل انت مسؤوليه انا ماني مضطر يعني اعمل انت لحظه بس انت ببطني مش متحمل مسؤوليه اللي اربع اشهر هلا الرابع ما اخذتنا عند حكيم انت بتعرفي انه احنا منفصلين منفصلين هلا كببنا عند اهلي ايه طب منفصلين لكن كيف صار الحمل انت اخذتنا شهر عند الحكيم سوري شهر معلق. يعني في نية للطلاق بالاساس عند حضرتك بس ليش بعد عم تجيب ولد ثالث نو ستنا معلق ما بعرف اذا المدام خبركم كل الاخبار ما بعرف اذا مخبرتكم انه بالصيفيه تركت البيت 3 اشهر وما سالت عن اولادها ما بعرف اذا طب انا بس سؤالي محدد لو سمحت 3 اشهر انت عندك نيه انت عندك انقبرت اشتغلت لاسفل عندك نيه للطلاق ورافع دعاوى ليش عم بتجيب ولد ثالث ليش رديتني؟ انا لو واثق 100% انه الولد الثالث مني ما كنت عملت هيدا الشيء ولا قلت له انا بكره بسيخ للولد بعمل دي ان اي هلا فيك تعمل دي ان اي على كل حال هيدا الشيء منه صعب انه ينعمل وينعرف بس المهم الاهانه اللي سببت لها اياها ما سببت لها اهانات يعني ولا شيء كذبنا عن سيدي هيدي ليه رفع دعوة عليك زوجك؟ بده يطلقك انت مش موافقة على الطلاق؟ اكيد لا ما بعطيه الطلاق اكيد بس انت عم تتعنفي شو اسباب تمسكك فيه بعد؟ كرمال اولادي بيضربك قدام الاولاد اكيد بيضربني قدام الاولاد اذا ابني ثاني يوم عن جارتنا قالت عيطت عليه عمره سنتين ونص قال لي هلا بقول له للبابا يضربك بوكس على بطنك وكف على وجهي قدام جارتنا عمرها 70 سنه فيني جيبها طب انت بالمحكمه شو عم بتقولي انت بالمحكمه شو عم بتقولي جيبيها ما زال انت نزلتي على المحكمه انت بالمحكمه شو عم بتقولي ورفعتي دعوه وكل شيء ليه ما جبتيهم مثلا عندك وين صارت القضية يعني وين صارت القضية سكر لي القضية جبتهم مين قالك ما جبتهم بس سكر القضية القاضي ما ليه سكر القضية ليه ما رجعتي فيها بس طلع القرار مسار القضية كيف عم بيكون مسار القضية كيف بيكون يعني انت متمسكة فيه لزوجك وفي قضايا بيناتكم وين صارت هيدي القضايا بكرة أول جلسة بكرة أول جلسة انت قاعده ومصره ضلك مع اولادك اكيد متامله انه هو يتغير بركه وانت متمسك انك تنفصل صحيح وانا الاولاد معي وهي سبق وقالت انه انا ما عم فرجيها الاولاد بس انا كل نهار سبت بتعذب 5 ساعات على الطريق تنزلها الاولاد كل 15 نهار لتفرجيني اياهم في اثباتات في فيديوهات مسجله كل جيبهم للفيديو وقت مرتك تستفرغ بساعه وقت بقول ابني ما بده يشوفني انا ما بدي اسال سؤال شخصي بس حضرتك قلت انه اذا تاكدت انه هيدا الولد لك انت رح تتكفل فيه وقلت انه قلت جمله كثير رئيسيه انه نحن منفصلين نعم وقلت انا عندي شك بهيدا الموضوع صحيح عندك شك يعني انت فيك تكون بعتذر على السؤال واحد من الاحتمالات بعتذر انه عم بسال هيدا السؤال واحد من الاحتمالات انه تكون هالست حامل مش ممكن تكون انت سبب واحد من الاحتمالات انا ما قلت لك انا بس قلت لك ستنا انه عندي شك عم بقول لك انه محتمل جدا يكون لحظة. عندي واحد الشك من لحظه شوي لحظه بس اسمعني اسمعني للاخر شك مبني على اساس اسمعني للاخر مش على هوا طب فيك تسمعني للاخر بعدين تجاوب على السؤال ما عندي مشكله حضرتك عم بتقول انه لا على الهوا عندك شك انه يكون الطفل لك عندك شك انه تكون الطفل لك وقلت منفصلين وقلت في قضايا يعني انت كمان كنت قريب من زوجتك بمكان معين لتشك انه الولد لك كان في علاقه جدا بتنام قليلة. انت معي بالقوه كان في علاقه قليله جدا قليله جدا قليله كان في علاقه لحدا رافع دعوه بده يطلق كمان وفي حمل صار وفي مسؤوليه على كل حال
شو ناوية تعملي يا سيدة؟ شو بدك تقولي بالبرنامج؟ بدي ولادي نخلص الفقرة ويعمل فحص الدي ان ايه هلا. طيب انت مستعدة تعملي الفحص؟ اكيد. وليش ما عملتيه بعد؟ ناطرته لإله. وانت مستعد؟ انا قلت لها بس يخلق الولد انا بعمل له الدي ان اي. فيك تعمل هلا بالفحص الولد مني. ليش بدك تنطر ليش بدك تنطر للاخر؟ انا بحب انطر للاخر، ما بدي اي شيء اثر على الجنين. على شو مرام؟ من ورا الدي ان اي. يعني خايفين خايفين عليه يعني. لو خايف عليه ما بتضربني. طبيعي بالنهايه هيدا طفل وانا بحب اولادي. ما بتضرب بطني يعني ولادك. ما بتضربني، ما بتعطيني حبه للاجهاض. في تناقض بكلامك. على كل حال مراهن على شيء بهالوقت حضرتك؟ نعم. مراهن على شيء بهالوقت لما اجل المواضيع للاخر؟ مثل شو يعني؟ مثل مسار القضيه او شيء شو بعرفني؟ لا لا وبفضل كل شيء خلص انا ما بقى رح. طيب على كل حال نحن حنعتبر بعتذر ما بقى رح داخل معكم. نحن ما بنعرف مثل ما بدك على راحتك الله معك، بس نحن بنعتبر انه الكلام اللي قلتيه سيده هون بمثابه اذا كنتي عن جد عم تعرضي للتعنيف بمثابه نوع من الحمايه لحضرتك. لك مستعده روحي عند الحكيم يفحص من فوق لتحت. في كدمات على جسمك يعني؟ لا انه وقت بيفوت ايده من تحت ما بكفي. طيب احنا رح نتابع على كل حال هذا الموضوع. اكيد.